ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر برو في فيديو جديد. فيديو النهارده عفروتو مروان موسى خربت. اوكي طبعا انا قبل كده سالت قلت هو مروان موسى وعفروتو صحاب؟ في ناس قالوا لي ان هم اصحاب وكده، فلما تشوف الصحاب لما يعملوا اغنيه مع بعض تبقى عامله ازاي. اوكي انا متحمس جدا لان انا برضه عفروتو انا بحب طريقته، حتى في اغنيه قبل كده سمعتها له كان لوحده، اول مره سمعتها له كانت عجباني فشخ، كان لابس بتاع كده مش فاكر اسم الاغنيه. ما علينا ممكن اكتب، مش عارف، ما علينا، خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. يلا ليتس جو. مارو مارو وانت فين؟ تمام. ايوه شيل ايدك من على الكيبورد، شيل ايدك من على الكيبورد، شيل ايدك. لما قضيت انت غنيت في الوقت اللي انا رجعت فيه كنت انت نايم في البيت، بس جايز حبيت ان اقول لك فركش، يعني كانت هاديه بس انا بوجودي خربت خربت، بوجودي خربت خربت، بوجودي خربت خربت، بوجودي خربت خربت، بوجودي خربت. مفيش حد فيكو جامد، بس قولي ليه بتظهروا لما ببقى ساكت؟ لما برجع بيكون كله فاكس، انتوا لا تصلحوا كونوا انتوا المنافس. يا فوا اصحى شوية، يا انت لسه صغير، انتوا كلكو. هو مروان موسى هو اللي عامل بيت كله، لاني انا احس مش تاتش مش عارف، ابقى عرفوني لو هو البيت فعلا مروان موسى اللي عامله، لان طريقته مختلفة صح؟ ولا انا بتهيألي، لان طريقته مش حاسس التاتش بتاع مروان موسى، مش عارف ليه، مش هو جايز البيز ممكن، مش عارف. فاشلين يا بس الناس بتشير، مارو قال لي بص دي لما بتفرش عليك، قلت انا مغرور مش هبص ليها، قال لي البت جامده قلت لا يا اسطى سيبك عشان تلفت انتباهي وقف كم سيجا. مغرور جدا انا شيك جاي بكتب انا شيك، مغرور جدا انا شيك مغرور جدا انا شيك جاي بكتب انا شيك، على المستشفى عشان تخير، على المستشفى لا مريض، على الملا انا بريء، على المدرسه انا بليد، انا ومروح انا كله كراميد كله كراميد كله كراميد. قصرت ركه في الستوري انا ومروح كل اصحابي جنبي فمش هكون مبرور. رجل في اسماعيلية ورجل في برشلونة، وانا في السعودية بيقولوا لي شلونك بتغنوا في السعودية بيقولوا شلونك حلزونة يما الحلزونة مرو 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 بلونة، وانا في رجلي كورة بقفل الفورة كده اشرب لك مية انا وقفت بصورة مش محتاجة تصير. اول مرة يغني بالطريقة دي، هو لو حد فاهم انا اقصد ايه، انا مش بتريق. اوكي انا اقصد طريقة وورو مش عارف ايه، اشرب لك ميه انا وقفت بصورك مش محتاج تصيط. صح، اول مره يغني بالطريقه دي. مرو 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 بلونه، وانا في رجلي كوره بقفل الفوره كده اشرب لك ميه انا وقفت بصورك مش محتاج تصيط، عمري ما هتغير نفسك قصير انت لسه صغير. اهدالي بليز اهدى بلا ما لطش لك، انا وافرضه في المطبخ لا مش محتاجين نسلم، لا مش محتاجين نقف لك نقطه من اول السطر سطر، انا وافرضه. مود مختلف مروان موسى، اقسم بالله انا بحس بمود مختلف، يعني بسمعه في جو تاني غير الباقيين. بحبهم بس غيرهم. اوكي انا فن فشخ مروان موسى، فن فشخ اللي هو لازم نزود الضغط ضغط، مفيش حاجه بتيجي بالصبر، لا مفيش حاجه بتيجي بالساهل، لا انا وافرطه في الساحل عايز هقول لكم سبب، لان الحتت اللي هو لا واي الحاجات دي بتعجبني فشخ، فاهم يعني بتشدني، لان انا بركز اغلب الوقت مش في الكلام اللي بيتقال، بركز في البيت وبركز في اللي ورا فاهم، او مع الكلام اللي بيتقال ورا فاهم، الحاجات دي بتعجبني بتشدني. اوكي
بسيطه صغيره بس بتشدني فشخ. ممكن تخلي الاغنيه لو هي وحشه ممكن تخليها تبقى حلوه. فاهمين اقصد ايه؟ يعني الحاجات دي بتدي طعم للاغنيه. انا مش عارف اذا كنتوا هتكونوا معايا ولا لا، بس يعني ده اللي بحسه بصراحه. خد امرتي من الاخر، خد تعالى رايح فين دين، انا وقف عايز مده متكامل. خد امرتي من الاخر، خد تعالى خد انا وقف في الساحل عايز مده متكامل. خد امرتي من الاخر، خد تعالى رايح فين دين، انا وقف في كافيه. كانت واحده بقى قدين لما بقاش عندي مشاعر، لما لقيتهم مش سالكين معايا قمت باعت تاني نفسك والجمهور برضو مش متفاعل. انا جيت خلصت اربع اغاني وانا كيبورد قمت لعب عادي سهلة، شكلك تعبان في سيت جوه ما تخش تنام، تيجي مبسوط تمشي زعلان، دي مش اغاني دي افلام. فوجودي خربت خربت مروان موسى بيعمل ايه؟ فوجودي خربت حطيت ايده في جيبه. افتكرته بيلعب في حاجة. اغاني دي افلام فوجودي خربت بزمتكم. خربت فوجودي خربت. افتكرته بيهرش ولا حاجة. اللي هو طب ما توقف تصوير. طيب موضوع في وجودي خربت، انا ايه في وجودي ما خربتش مثلا؟ ما تقول في وجودنا، ما تخلينا احنا الاثنين معانا. مش فاهم في ايه. غطى وش يا عم انت تصدعني. غطى وش. ديني انا كنت مفكر ان هو بيهرش يعني حتى دي. بيطلع افتكرته بيهرش قدام الكاميرا. ده بتقول له وقفه. طيب فاهم اللي هو استغربت اللي هو ده بجد؟ احنا عندنا ناس بتعمل كده فاهم اللي هو، لان في احيانا في الاجانب احيانا بيعملوا حركات كده فاهم، النظام ان هم يضحكوا الناس او يخلوهم علامات استفهام. عارف انت اللي هو علامات استفهام، في اغلب الناس بتحب تعمل الحاجات دي تخلي الناس تبقى عندها علامات استفهام. هو ايه اللي بيعمله ده وليه عمل اصلا كده فاهم؟ فاهم بيبقى في اسئله كتير. ده اللي اقصد علامات استفهام، يعني انا اقصد اسئله. فانا افتكرت انه بيعمل حاجه من الحاجات دي اللي هو انا قلت احنا رحنا في حته تانية او مروان موسى دماغ تانية. اوكي بس ترى ان هو بيطلع فلوس عادي اللي هو فلوس اللي هو على الناحيه دي كمان. فلوس هايجة مثلا. اوكي انا غير الصورة عشان ما علينا. ما علينا، ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اوكي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يلا تشوس.